اللي بيحب بلده، بيحب أرضه، بيحب قائده، بيحب ينتخب الشخص اللي هو رح يرفع له رأسه بكل الدول على العالم. طبيعي الحياة اللي عنا هلا، لكن اجر التاكسي 15,000 مو حرام؟ بطلب من ربي بالشغلتين انه لا يبركني اكتر من هيك، وموت باسهل طريقة. انا هذيك اليوم شفت واحد من الختايرة عمره شي 70 سنة بالحمرة عم ياكل من الحاوية، من الحاوية عم ياكل. موت المقاومة وحزب الله اللي عم بيحاربوا بسوريا اليوم، وين؟ حطونا على راسي طبعا.